بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في رحاب حلقتنا هذه من برنامج الميسر في أحكام الدين، حيث نتحدث عن أمر مهم وهو معاصي الرجل. جعل الله للإنسان رجلين ليستعملهما في أعمال الطاعة، ولتكونا لفائدته في سعيه لمعيشته من طريق الحلال، ويأثم لو استعملهما في معصية الله تعالى. ومن معاصي الرجل المشي إلى المحرم والتبختر في المشي وتخطي الرقاب إلا لفرجة، والمرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، ومد الرجل إلى المصحف. أما المشي إلى المحرم أي استعمال الرجلين ليمشي بهما إلى مكان ليرتكب فيه معصية، كأن يستعملهما في المشي إلى اللعب بالقمار، أو إلى أماكن اللهو التي فيها محرمات كشرب الخمر وغيره لارتكاب المعصية، أو يستعملهما في المشي إلى السرقة ونحوها. أما التبختر في المشي وهي مشية الكبر والخيلاء، قال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، رواه البيهقي. أما تخطي الرقاب إلا لفرجة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، رواه أبو داود. أما التخطي للفرجة أي لأجل سدها فهو جائز، ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء، وإلا فهو مكروه. ويستثنى تخطي الإمام من أجل بلوغ المحراب أو المنبر لاضطراره إليه. أما المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، أي إن مر وكان أمام المصلي شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع يدوي فأكثر، ولا يبعد أكثر من 3 أذرع، فالمرور بين يدي المصلي مع حصول هذه السترة حرام، وهو من معاصي الرجل، وتحريم ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه، رواه أبو داود. فإذا وجدت السترة سن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السترة، وإن لم توجد السترة فليس للمصلي أن يزعج المار بين يديه. أما مد الرجل إلى المصحف، من محرمات الرجل مدها إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء، لأن في ذلك إهانة له، وليس كفرا إذا لم يكن على وجه الاستخفاف. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج الميسر في أحكام الدين، لنكمل الكلام في الحلقة القادمة عن حقوق الوالدين، فتابعونا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.